أخبار اليوم. منطقة المساكن ري اللي موجودة هنا كانت نوعية المية فيها يعني بتأتي من بير ودير مية مش معالجة. في نسبة حديد أو منجنيز والوضع ده مستمر من عشرات السنين وما بتتقعقمش كمان وبدون تعقيم وجهود الذاتية. فيعني الإخلال تم طبعا في الست شهور اللي فاتوا ان احنا ادينا توجيه ان يتعمل محطة على مستوى يليق بالناس اللي عايشة بمستوى نوعية المية المطلوبة تراعى فيها عدم وجود الكلور زي محطة يعني ما فيش حاجة زيادة بس وجود الكلور فيها بيتم على وسائل ترشيح مختلفة خاصة ان الفرع او رياح جنبينا هنا على خطوات بتاخد من رياح المنوفي ساعات هو فيها الترويح.